الأهلي يكتفي بهدفين في المباراة الأولى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الهدفين لوليد سليمان وإسلام محارب. كان بمقدار الأهلي أن يزود محصلة الأهداف لثلاثة وأربعة وخمسة كمان، لكن أعتقد كمان أن 2-0 أحسن كتير من 3-1. شوطين مختلفين، الشوط الأول قدر الأهلي عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 23 يحرز الهدف الأول بهدف رائع جدا 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 من أسيست رائع كمان لأحمد حمودي للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة حورية الغيني، والهدف الثاني لإسلام محارب هدف جميل جدا 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 مع وليد أزارو مساعدة وليد أزارو. الشوط الثاني مختلف شوية عن الشوط الأول، والإجهاد والإرهاق والسفريات من لبنان لمصر ومن غينيا للبنان ومن لبنان لمصر، أعتقد كان في إجهاد كبير جدا جدا وإرهاق شديد على اللعيبة، كانت نتيجته إصابة صلاح محسن. هنشوف بعد شوية هي شد في العضلة الخلفية أو شد في العضلة الأمامية آسف ولا كدمة في العضلة الأمامية. على العموم الأهلي يؤجل بطاقة الصعود للدور النهائي إن شاء الرحمن، هتبقى في الجزائر يوم 23. كابتن ماهر مبروك. مبروك يا كابتن سيد، مبروك كابتن حماده، مبروك كابتن سيد. الله يبارك. طيب ابارك للكباتن وبعدين ارجع لحضرتك تديني رايك بشكل عام. مبروك كابتن حماده. مبروك كابتن سيد. مبروك. مبروك كابتن اسامه. الف مبروك يا كابتن سيد، وبنبارك طبعا لجمهور النادي الاهلي اللي ما حضرش المباراه النهارده من بره. يعني شافوا المباراه لكن اللعيبه كانت رجاله النهارده، وبنبارك لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الرحمن اللي جاي.